سلام خوتي اخواتاتي كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. توحشكم اخوات، غبرت عليكم هاد الغبره الطويله بزاف بزاف صراحه. الله ما عندي ما ندير، راكم عارفين عندي بزاف ديال الشغلات، كان عندي بزاف ديال الامور صراحه. ودابا انا يلاه ساليت وانا جيت للخوت. المهم اخوات باش ما نطولش عليكم، اللي مازال ما تابوناي يتابوناو وفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. و كنتمنى نكون ديما خفيفه على قلوبكم. واليوم غادي نشارك معكم اليوميات ديالي كيفاش كيدوز النهار وعلي وبزاف ديال الحوايج. وبقاو معايا ما تزابيوش تبعوا الفيديو حتى الاخر. نجمع هاد بيت الكلاص حيتاش كنجلسو فيه يتروان. Thank you.
يا
المهم الخوت هذا هو التالي ديال لا فيديو صافي ساليت هادشي اللي عندي. والخوت راني حطيت لكم الانستغرام ديالي الجديد، هذاك هو الحساب الوحيد اللي عندي جديد ومن غيره، انا ما مسؤوله على حتى شي حساب. دونك نهضر معاكم شي واحد من شي حساب ولا شي حاجه عرفوني، راه ماشي انا حيت انا اصلا ما كنجاوبش وهادشي اللي كاين. المهم الخوت خليكم على خير وتهلاو لي فراسكم. السلام عليكم.